غرقت كوبا في الظلمة مساء يوم أمس بعدما لحق الإعصار إيان أضراراً جسيمة بشبكة الكهربائية، مما أسفر عن انقطاع التيار عن الجزيرة بأسرها بحسب ما أعلنت شركة الكهرباء العمومية أونيون إلكتريكا. وقالت الشركة إن هذا الانقطاع في التيار الكهربائي نجم عن الأضرار التي خلفها مرور إيان، وهو إعصار من الفئة الثالثة اجتاح غرب الجزيرة. واستغرق مرور الإعصار أكثر من 5 ساعات صباح يوم أمس، وبعدها أكمل سيره فوق خليج المكسيك متجهاً إلى الولايات المتحدة.